ينضم إلينا من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي. دكتور عبد الله، يعني بداية قبل الحديث عن تفاصيل هذه الجلسة، يعني تقييمك لفكرة تحالف لمحاربة داعش بهذا الثقل وهذه الدول؟ صباح الخير لك ومشاهديك الكرام. أنا في اعتقادي أنه تعتبر خطوة مهمة جدا، ولكن الأهم منها هو أنه تكون هناك نية صادقة وليس فقط مجرد الحضور لأجل الحضور ولأجل ملء الإضبارات لهذه الاجتماعات. نحن نريد أن تعمل هذه الدول في الخطوط الأمامية. هذه الدول هي تدرك جيدا من هي المغذيات الرئيسة لداعش. خلال الفترة الماضية لم نرى نشاطا لداعش لأن المنطقة كانت أكثر هدوءا، ولأن المغذيات الخارجية توقفت عن إمدادها لداعش. داعش ليس نبتة شيطانية كما يصف البعض، بل لها ألف أب وألف أم، الجميع يحركها إلى مصالحها. نحن نريد بالفعل حربا على الإرهاب، لأنه لا يمكن دولة مهما أوتيت من قوة أن تتصدى لهذه الآفة الخطيرة. لا يوجد دولة في العالم لم تعاني من هذه الآفة الخطيرة. نحن نريد بالفعل عملا جادا، نحن نريد أن تشير هذه الدول إلى الدول التي تمارس الإرهاب وتغذي هذه المجاميع الإرهابية. ربما هناك برامج عمل مهمة جدا، لكن يجب أن لا ينتهي هذا الاجتماع عند التقاط الصور التذكارية وعند كتاب محاضر الاجتماعات. يجب أن يتبعه خطوات إجرائية على أرض الواقع. طيب، يعني الإجراءات على أرض الواقع، من بينها الدعوة التي طرحها بن فرحان للدول الغنية باستعادة مواطنيها من الدول أو من المنتمين إلى تنظيم داعش. هذه القضية تحديدا هي معضلة بالنسبة لهذه الدول التي ترفض عودة مواطنيها إليهم بعد أن انضموا إلى التنظيم. هناك فكرة مهمة جدا هي لدى السعودية، عملية الإصلاح وعملية إيجاد الإصلاحيات التي تحاول اليوم غربلة الفكر الإرهابي واستبداله بالفكر الطبيعي. هذه الدول لديها قوانين، رغم أنه نتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنه هذا عدم استعادة مواطنيها هذا يعتبر أحد الأسباب ربما المضادة لحقوق الإنسان التي تزعم أو ترفع رايتها. في المقابل أنا أتوقع أنه هذا عدم استعادة المواطنين هو نوع من التعاون الخفي للإرهاب، هو مد الإرهاب بعدد من العناصر التي تريد الدول أن تتخلص منهم ولا تريد استعادتهم، وبالتالي هي تحقق منافع كثيرة جدا، منها تخلصت من مواطنين ربما أشقياء أو يسببون لها الكثير من القلق، وأيضا أمدت التنظيم بعناصر إرهابية. وللأسف أنه أغلب الضحايا هم من العرب أو المولدين العرب في أوروبا تحديدا، الذين يتهمون بأنهم من أبناء الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام، ولدوا وعاشوا وتربوا في الغرب بشكل كبير وتشربوا الثقافة الغربية، ولكن الغرب أيضا لديه أهداف أخرى وهي المساس بالدول الإسلامية والضغط عليها من هذا الجانب. طيب، يعني في ظل هذه المعطيات وهذه الفكرة التي تتناقض مع حماية الأمن القومي بالنسبة أو من وجهة النظر الغربية، يعني إذا كانت المسألة كما أشرت بها نوع من أنواع حقوق المواطن بالعودة إلى بلده، هناك أيضا مبدأ مضاد وهو حماية الأمن القومي بعدم قبول هذه العناصر المتطرفة مرة أخرى. كيف يمكن إلزام الدول باستعادة مواطنيها ثم إصلاحهم؟ يجب إعادة هذه الدول، لا يمكن تجريد الإنسان من هويته ومن حسب ما تقتضي به القوانين الدولية الخاصة من هويته ومن وطنه، إلا ربما لأسباب قسرية مهمة جدا توافق عليها مشرع أو فقهاء القانون الدولي الخاص والدولي العام يعرفونها جيدا، ولكن يجب أن يكون هناك مرة أخرى إصلاحيات، ليس استعادتهم ثم دمجهم في المجتمع. يجب إعادة تأهيلهم، يجب إعادة تأهيلهم مرة أخرى للمجتمع، يجب الاستفادة مرة أخرى أو مجددا من التجربة السعودية. السعودية لديها تجربة مهمة جدا، استعادت الكثير ممن كان تبنى هذا الفكر، ثم من خلال هذه الحاضنات الفكرية الجديدة أعيد دمجهم وتأهيلهم في المجتمع من جديد وغدوا مواطنين صالحين. مرة أخرى الدول الغربية هي لا تريد أن تخسر مال، تريد أيضا أن تستثمر هذه الطاقات الشابة فيما يحقق أهدافها وللضغط أيضا على بعض الدول. هل من السهل إعادة تأهيل هذه العناصر المتطرفة مرة أخرى دكتور عبد الله؟ إلى حد كبير نعم، نجحت بعض حتى في بريطانيا بالمناسبة. الإنسان هو مجرد قناعات، عندما تتغير هذه القناعات
قليل من يتمسك بالقناعات إلى الآخر، هذا ربما يعتبر حالة مرضية ميؤوس منها يتم التعامل معه في مصحات صحية ربما إلى الأبد، لكن هناك الكثير يريدون العودة إلى الحياة، هناك الكثير لديهم ربما التباس في الأفكار، يجب تصحيح هذه المفاهيم ثم إعادة دمجه في المجتمع الأصلي. طيب أنتوني بلينكن أيضا من بين تصريحاته أن إفريقيا هي موطن لنصف عدد ضحايا الإرهاب الدولي، ما الذي يعنيه بذلك؟ يعني ما الذي يترتب على هذه الإحصائية التي ربما ذكرها بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه لم يذكرها بشكل عام، وإنما ذكرها بشكل مخصوص جدا، لأنه اليوم ساحل البحر الأحمر هو ميدان الصراع القادم، وأنا أعتقد أن هناك توجهات ربما من المغذيات الخارجية لانتقال المنظمات أو التنظيمات الإرهابية داعش وبوكو حرام وغيرها إلى العمل في أفريقيا مجددا. ربما نسمع خلال الفترة القادمة العديد من الأعمال الإرهابية التي ستهز أفريقيا. لم يتحدث هذا السياسي من عبث أو من فراغ، لديه معلومات، ربما لديه اطلاع على أشياء كثيرة قد تخفى علينا، لكن أنا أعتقد أن أفريقيا ستكون هي مرحلة أو ساحة الصراع للتنظيمات الإرهابية القادمة، والتنظيمات الإرهابية لا تعمل بمفردها، هناك مغذيات، يجب أن نؤمن أن هناك من يحرك هذه التنظيمات وينقلها من مكان إلى مكان. رأينا الكثير من البلاد للأسف العربية الإسلامية الرخوة، تشاد، السودان، الصومال وغيرها، ونقول ربنا يستر، الحقيقة القادم أسوأ على أفريقيا وعلى ساحل البحر الأحمر.